اهلا بحضراتكم وعوده لبرنامجنا. في الحقيقه كنت سعيد جدا جدا قبل تشريف ضيوفي الاعزاء باتصالاتكم وتواصلكم معانا، لانه مهم جدا، ارائكم هامه جدا جدا في الشارع الرياضي المصري الفتره اللي جايه، وللمسؤولين الرياضيين في مصر، مسؤولي المنظومه الرياضيه في مصر بالتاكيد يهمهم اراء الشارع الرياضي. والحقيقه سعيد جدا بتواصلكم معانا. الحقيقه ضيوفي يعني من الاصدقاء القدامى جدا، والحقيقه سعيد جدا جدا بتالقهم في الفتره اللي فاتت على مستوى الصحافة الرياضية، سواء المواقع الإلكترونية أو الصحافة الورقية. والحقيقة مهم جدا جدا نعرف كمان تأثير الصحافة الإلكترونية على والمواقع الإلكترونية على وتأثيرها على مستقبل الصحافة الورقية في الفترة القادمة وفي الفترة اللي فاتت كمان، لأنه مهم جدا نتعرف على دقة الأخبار وأهميتها في الفترة اللي جاية. بالتأكيد ضيوفي النهاردة ضيفي العزيز الأستاذ عمر الأيوبي رئيس القسم الرياضي باليوم السابع، والأستاذ أحمد الخضر رئيس القسم الرياضي بجريدة الأسبوع، الاثنين من الكفاءات والكوادر المهمة جدا جدا في المنظومة الرياضية. سعيد بوجودكم معايا النهاردة. مساء الخير أستاذ عمر. أهلا بحضرتك كابتن أشرف، أنا سعيد إني معاك طبعا النهاردة، مقدمة جميلة بتاعتك. ربنا يخليك أستاذ أحمد. مساء الخير، سعيد بوجودك معايا النهارده، ربنا يخليك. عندنا كمان اخبار كتير حقيقه نناقشها مع ضيوفي النهارده، يعني عوده الدوري من عدمه، المدير الفني القادم لمنتخب مصر عمر جابر وعودته للتدريب بعد كل المشاكل الفتره اللي فاتت مع نادي الزمالك ومع لاعبي نادي الزمالك والجهاز الفني، ودي كانت اهم مشكله الحقيقه. انا كنت شايف ان اهم مشكله موجوده لعمر جابر هي مشكلته مع اللاعبين والجهاز الفني، واعتقد انها اتحلت بشكل كبير. هنشوف كل الاخبار دي ونتابعها. ابتدي معاكم منين؟ ابتدي منين؟ عندنا اخبار كثيره الحقيقه وارائكم مهمه جدا معنا النهارده. نبدا بعمر جابر بقى اصلا. نبتدي منين؟ لا نبدا على فكره الاثنين من يعني اصدقاء بشكل كبير جدا، استاذ عمر وارائهم بالتاكيد مهمه جدا لنا النهارده. نبتدي من استاذ عمر جابر. شايف الفتره اللي فاتت بعد كل المشاكل دي، اعتقد النهارده الحمد لله كان في جلسه جمعت طبعا اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك، واعتقد مش عارف منصور كان موجود. محمود منصور والكابتن احمد سليمان واحمد مرتضى والكابتن اسماعيل يوسف والكابتن حازم امام اللي هو كابتن الفرقه وعمر جابر. انا الصلح بالنسبه لنا مع ان قريب قوي منهم جدا مفاجاه، يعني مفاجاه جدا. كنت شايف ان الامور صعبه خالص. ده بيدل لك ان مفيش حاجه مضمونه في نادي الزمالك. يعني تصحى حتى كان في عروض يا استاذ احمد من ليرس. لا لا لا، هي العروض دي قصه ثانيه. هي عروض بس دي عروض يعني ليها تفاصيل ثانيه، ممكن تكون عروض غير حقيقيه، خاصه القيد اتقفل زي ما انت عارف. لكن هو برضو كان في نص في عقد عمر جابر ان مش ما يقدرش يمشي بالشرط الجزائي، كان لازم كان هيمشي بموافقه نادي الزمالك. الفكره مش في كده، الفكره ان العلاقه قد يعني وصلت بينهم يعني صعبت جدا، طريق مسدود خلاص، طريق مسدود. وعند عمر جابر رفض التحقيق، وحتى يجي ويحاول ينزل التمرين تعليمات انه ما ينزلش التمرين. فجاه خلاص قعدوا وتصالحوا وكله تمام القعده. كان مين ليه الدور الاكبر يا استاذ احمد في الصلح ده؟ هو خلاص، هو خلي بالك اعضاء مجلس الاداره الفتره اللي فاتت كانوا قريبين، يمكن الاستاذ مرتضى هو اللي كان يعني واخد بالك متحفظ على موقف عمر ان هو طلع شكل زمايله مش كويس او الكلام دوت. فخلاص النهارده قال له انت زي ابني وما فيش اي مشاكل وتنزل التمرين بكره. بس انا مستغرب برضه، طب انتوا خدتونا قوي كده ليه الناحيه دي ومره واحده نفاجئ بالصوت؟ انا مش عايز خصام او مش عايز كده، انا عايز بس يمكن اصرار فييرا على وجوده، لانه لا لا يعني خالص قريت في بعض الصحف لا 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 مهتم جدا جدا بوجود عمر جابر مع نادي الزمالك. فييرا قال بالظبط، قال انا مدرب محترف، اللي هيقوله مجلس الاداره انا ماشيه، وبعدين ما اتفرجش عليه واتفرج في الشرايط. اي نعم كويس، بس اللي حصل ده ممكن هو راجل محترف وقال كده، انا معلوماتي متاكد من اللي انا بقوله ان هو قال اللي مجلس الاداره هيعمله انا موافق عليه. لكن هي فجاه خالص ومفيش حاجه واحنا اصحاب واحنا حبايب. طب انتوا دخلتونا في دوامه ليه؟ ما كانش ليها لازمه من الاصل، كان ممكن من البدايه حل المشكله دي بالظبط. فانا بقول ايه، ان مش كل مشكله تصعدوها لغايه يعني انت عارف كيرف يطلع لغايه الاخر وبعدين يقوم نازل تاني. طب ليه؟ عموما يعني الخلاصه ان القصه خلصت يعني مؤقتا، ان هو هينزل التمرين بكره عمر جابر. وانا ان كنت في رايي الشخصي ما زلت مصر عليه، ان انا بقول الحل مش بيع عمر جابر، الحل اعاره انت بتغيره سنه الجايه وبتزود عقده سنه. لكن الفكر غير الفكر، والصدام هيجي تاني وتالت وخريج. فاكر كمان انا بقوله ده، يعني هي بس دي تهدئه
عشان الجو مشحون عشان الوضع اللي احنا فيه. استاذ عمر شايف انه يعني من وجهه نظري المتواضعه انه شايف كانت المشكله الاساسيه مع عمر في نادي الزمالك مش مجلس اداره او المشكله اللي كانت موجوده، ولكن المشكله النفسيه اللي اتوجدت بينه وبين اللاعبين لاعبي نادي الزمالك والجهاز الفني، لانه شايف حقيقه ان دي مشكله كبيره جدا عمر هيعاني منها الفتره اللي جايه، ورفض اللاعبين حتى انهم يسلموا عليه لما جه نادي الزمالك الفتره اللي فاتت. شايف دي ممكن تتحل ازاي الفتره اللي جايه؟ بص يا كابتن، بسم الله الرحمن الرحيم. انا شايف اللي حصل النهارده يعني مش قول عليه مفاجاه، او شوف قول عليه سياسه يعني غير حقيقيه، مشهد غير حقيقي يعني. هو انتهاء الموضوع بالشكل الدرامي ان هو يروح ويقعد ويخلص التحقيق ويطلع برئيس النادي ويقعد مع الناس ويضحك ويهرج وبعد كده بكره هيروح التدريب، ده كل دوت هقول عليه في اطار سياسه دراميه كده، ان هو ايه بيحاول التهدئه مثلا لظروف محدده بتعيشها النادي، مش عايزين مشاكل عشان في جمعيه عموميه قريبه، في اجواء وشائعات تصار حوالين مجلس الاداره بحل مجلس الاداره على توابع احداث الدفاع الجوي. الخبر ده حقيقي يا استاذ عمر؟ يعني الحقيقه في منتشره جدا، شائعات منتشره خاصة واحنا امبارح يعني في خطاب رئيس الجمهورية امبارح بيتكلم الراجل عن ان هو بيتابع التحقيقات وبيشوف الموضوع، يعني الموضوع على اعلى مستوى في الدولة لم يغلق موضوع ان في ضحايا ماتت في احداث الدفاع الجوي، لابد هيكون فيها حد يتحمل المسؤولية، بالتأكيد في كل الحالات لازم هيكون في جزء من المسؤولية على نادي الزمالك، في جزء مسؤولية على اتحاد الكورة، جزء مسؤولية على الداخلية مثلا، كل واحد هيتحمل بقدر اللي هتبان فيه التحقيقات اللي احنا بنرجع باللي احنا بنقوله او الناس تقوله، اللي هي التحقيقات اللي هي الفعليه هتقول مين السبب الرئيسي كده. خلاص التحقيقات بقت على اعلى قدر من الدوله يعني، وخلاص رئيس الجمهوريه نفسه مهتم بالموضوع، يبقى خلاص احنا بنتكلم هنوصل لنتيجه. لكن لما نيجي نوصل لعمر جابر بعد كل اللي شفناه في كل القنوات الفضائيه وكل على الفيسبوك والتحقيقات والصدامات العنيفه دي، ده موضوع مستحيل ان هو يتلم في دقائق او في معلش لا مستحيل 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 جدا، خاصه ان هو الولد خلاص كان ابتدى ياخد خطوات ان هو يمشي فعلا، وابتدى يروح لناس تانية وقعد مع مثلا ماجد سامي رئيس نادي وادي دجله اللي هو في نفس الوقت صاحب نادي ليرس البلجيكي، وكان بياخد الخطوات زي ما قال استاذ احمد كده، ان احنا كنا بنتكلم في موضوع الشرط الجزائي هيمشي فيه لو 350,000 يورو، لكن بعد كده اكتشف ان هو لابد في بند ثاني او كان لازم يتم تطبيق هذا الشرط ده من الموسم الاول فقط. تمام. لا ده سيناريو، كل ده سيناريو يعني في الكواليس حاجه مش عارفينها، لكن المؤكد ان هو الولد لما بكره هيروح التدريب مش هيكون الحياه طبيعيه، مش هيسلم على اللعيبه ومش هتستقبله، لان اللعيبه قاعدوا في مشكله نفسيه، اللعيبه كلهم قاعدين يلفوا على قنوات كل يومين ثلاثه قاعدين بيقولوا ده احنا كويسين، ده احنا محترمين، ده احنا اتضحك علينا، وعمر جابر وابتدى يهاجموه بشكل مباشر. الجهاز الفني اللي هو فيه جزء اللي هو المتبقي اللي هو فيه مثلا كابتن اسماعيل يوسف او مثلا كابتن ايمن طار كلهم اتهموا اللعيب بالخيانه وبشكل واضح جدا. ما اعتقدش الامور دي هتبقى بالهدوء اللي هو الناس اللي احنا ده اللي اقصده يا استاذ عمر، ان في مشاكل نفسيه موجوده بين عمر جابر وبين اللاعبين وبين ما تبقى من الجهاز الفني. صعب ان هو يرجع بشكل طبيعي للتدريب. دي انا شايف لها ده زي ما بنقول عليها سياسه ممكن عشان يمشي من باب النادي. هو خلاص الزمالك واخد قرار وعنده رغبه قويه ان هو يمشي، ممكن يمشي بعار زي ما استاذ احمد بيقول، ممكن يمشي بيع بشكل نهائي، لكن الولد لما تيجي تكلمه هو بنفسه خلاص ما عندوش قابليه للتعامل مع رئيس النادي لبعض الناس في النادي. هو ما عندوش مشكله مع زمايله، يعني هو علاقته كويسه جدا بحازم امام مع بعض اللاعبين، لكن في بعض اللاعبين اللي هم الجداد بيعتبروه ان هو خاين، ما اعتقدش هيتقبلوه بسهوله. وجوده هيبقى فيه مشاكل في الملعب ده لما الدوري يرجع باذن الله. يعني كلام مهم جدا طبعا، لانه سواء عمر رجع وخلاص الموضوع اتقفل الفتره اللي جايه وهيكمل مع نادي الزمالك، او زي ما شايف الاستاذ عمر ايوبي والاستاذ احمد خضري انه موضوع تهدئه للجو العام الموجود دلوقتي، ولمصلحه نادي الزمالك الفتره الجايه بعد فتره هيبقى في جمعيه عموميه وتهدئه الاوضاع الفتره اللي جايه، لانه مهم جدا انه كل البلد تسير الفتره اللي جايه في هدوء الفتره الجايه عشان بناء مصر القادمه او مصر الجديده. ولكن في النهايه عمر جابر موجود في التمرين بكره، هنشوف الفتره اللي جايه التعاملات النفسيه مع لاعبي نادي الزمالك ومع مجلس اداره نادي الزمالك، هل هيبقى في مشاكل ولا لا. عموما نروح لموضوع اخر، لانه بالتاكيد عندي مواضيع كتيره جدا ومحتاج رايكم بس فيها. بس انا كنت عايز اوضح ان حته الخطاب الرئيس امبارح اللي اخطا في الدفاع الجوي لازم ياخد جزائه. ده ما تحددش برضو النيابه اللي هتحدد، يعني مش شرط ان احنا نختصرها في الزمالك بس او في الداخليه بس او الكلام ده، لكن هي حاجه كويسه قوي ان احنا بنأكد ان دم الولاد دول مش هيروح حضر، اللي اخطا يتحاسب. فده اللي خلى ان باب الشائعات يتفتح، يعني واضح دلوقتي منتشره جدا الشائعات المجلس الزمالك وتقرير الدكتور اشرف صبحي و والكلام ده، فاحنا هنسمع الكلام ده كتير اليومين الجايين الفتره اللي جايه. طبعا. طيب خلينا اروح معاكم يعني فضل. ندخل من الموضوع ده لموضوع عوده الدوري، لانه مهم جدا، واعتقد انه يعني كلام سياده الرئيس امبارح
الخاص بهذا الموضوع في انه لا تهاون مع اي مقصر او مسؤول في حادث الدفاع الجوي. اولا في تلميح بشكل كبير جدا ان الدوري راجع، تمام، لانه في تفاؤل انه طالما في معاقبه للمسؤول او الجاني عن في هذه القضيه او في احداث الدفاع الجوي يبقى بالتاكيد في عوده للدوري، تمام، وده شيء مهم الفتره اللي جايه. وثانيا انه يعني الحقيقه انا شخصيا بشكل كبير في ارتياحيه عندي، واعتقد ده موجود في الشارع الرياضي المصري وكل الناس في مصر، انه في معاقبه للمسؤول عن الحادثه دي. الفتره اللي جايه شايف الامور هتمشي ازاي؟ انا شايف ان الدوري هيرجع ان شاء الله، لان القرار اعتقد يوم الاربعاء، يوم الاربعاء ان شاء الله هيبقى في عوده لتحديد لموعد عوده الدوري. بس ما كانش ينفع الدوري يرجع يا كابتن اشرف الا ما تصريح زي ده يطلع، تصريح يبرد ناس اهالي الناس الشهداء ده شويه. ما ينفعش ان انا بعد اسبوع او 10 ايام اقول يلا بكره الدوري، لكن اما اكبر منصب الدولة او الرئيس السيسي يطلع يقول ان ده مش هيعدي، ان اي واحد اخطا يتحاسب، ده خلاص انا بهدي الناس دي ان حقك هيجي. لكن ان الدوري يرجع وخلاص، لا، الدوري لازم يبقى فيه حاجات، لازم ان انا اضمن ان حريق استاد القاهره ده ما يتكررش تاني، ان حريق مشروع الهدف ده ما يتكررش تاني. انا لغايه دلوقتي برضو ما جبتليش قلت لي مين اللي حرق استاد القاهره، ما قلتليش مين اللي حرق استاد الهدف او مشروع الهدف. انا عايز حد كوره قبل كده ده كان في فتره صعبه، كان فتره الدوله متلخبطه فيها، ولكن الكلام ده انت في دوله ودوله قويه ومسيطره، لازم اعرف مين اللي عامل الكلام ده، او على الاقل اضمن انه ما يتكررش. طبعا بديهي جدا ان الدوري يرجع، لازم يرجع، بس بديهي برضو انه يبقى من غير جمهور، بديهي ان لازم كلنا نساعد بعض، ان العمليه مش مستاهله بقى ان احنا نسخن، يعني العمليه في التحكيم. شايف توقيته امتى في الاعلام؟ يعني المؤتمر اقتصادي 13 و14، انا توقيته امبارح، مش بكره. طبعا كل ما يتسرع عشان الجدول والكلام ده، بس احنا لازم برضو نعرف ان هي حاجه، وضع صعب، وضع غصب عننا. فاحنا برضو احنا في مؤتمر اقتصادي وفي، بس انا توقيته صح يا كابتن اشرف ان هو يبقى قبل المؤتمر الاقتصادي. قبل ليه؟ انا بقول دي رساله الناس كلها، اللي انا جاي رجال الاعمال اللي جاي يدفع فلوس وجاي يستثمر هنا عندي في بلدي، ان انا قادر اسيطر. مش خايف من ممكن يبقى ده اتجاه داخل المجلس. انا اتصور كده ده الطبيعي. كمان ان انت لازم بتدي صوره كده الناس ان الوضع كويس، ان انت مسيطر. واحنا لو كنا ما سمعناش الناس اللي هي عايزه الجمهور يرجع وخلاص، وعملنا الدوري بدون جمهور، انا اتصور ان العمليه كانت ماشيه كويس، كانت هتمشي افضل من ده. طب هاخدك على الجانب الاخر يا استاذ عمر، شايف يعني ده كلام في الجانب الاول، وهو مسؤولي الدوله او مسؤولين عن المنظومه الرياضيه في الدوله، وكمان على راسنا جميعا الرئيس عبد الفتاح السيسي. شايف على الجانب الاخر مهمه او ما هو مطلوب من الروابط الفتره اللي جايه، الجماهير، يعني بما انك في المواقع بالتاكيد عندك تواصل كبير جدا جدا مع الشباب، مهم جدا الفتره اللي جايه يبقى في اهتمام منهم اكتر من كده، يبقى في خوف على البلد اكتر من كده. اعتقد انهم يعرفوا ان في دور ليهم الفتره اللي جايه في بناء مصر، شيء ضروري جدا. بص يا كابتن اشرف، اتكلمت في جزء مهم جدا كنا دايما بنتكلم فيه. موضوع احنا دايما يعني من ايام الكابتن سمير الزاهر قبل موضوع بورسعيد، كانت المشكله ان احنا ما بنخاطبش اللي هو الاساس المشكله. يعني كانت الروابط الاول، كان الاول ليها رؤوس واضحه، ليها بيقولوا عليها الكبوهات بتاعتها. كمان لسه موجوده؟ لا لا لا، بعد بتتغير؟ بعد موضوع احداث بورسعيد، بعد تدخلهم في الجزء السياسي، وابتدت الناس بعض الناس يستعينوا بهم في اغراض سياسيه، شوهت وغيرت مسارهم من المجال الرياضي لمجال سياسي، وبيخشوا اشتباكات مع الشرطه، ابتدى الناس دي ابتدى كله يبعدوا باستثناء بعض الناس. يعني دلوقتي بتيجي تتكلم، كان في زمان يقول شبرا ومش عارف مين ومين ومين، كان الاهلي مش عارف شبرا وبحر وطبله وهكذا، يعني حفظهم. انا لازم لحد كنت للاسف شديد مثلا الكابتن سمير الزاهر يجي يعملوا الاجتماع في وزاره الداخليه، وتلاقي مش عارف مجلس اداره اتحاد الكوره مع ثلاث اربع رؤساء نوادي ومفيش ممثل للرابطه. يعني الناس بتجتمع التي لا تمتلك قرار، اللي مش طرف في الموضوع، ويتخذوا قرار ان الجماهير لو حصل كذا مش عارف هيحصل ايه، لو حصل كذا مش عارف. انت لازم تسمعهم زي ما تقول كده، لازم تقعد طبعا. ده اللي احنا بقى لازم نوصل له بقى. يعني برضو لما تيجي تتكلم، نادي الزمالك من ضمن الاسباب اللي ادت لاحداث بورسعيد، احداث الدفاع الجوي، حاله الاحتقان بين الوايت نايتس ورئيس النادي، حاله احتقان عنيفه، وصلت عنيفه، وهو راجل يتهمهم ان هم جماعات ارهابيه، وهم بيتعاملوا معاه بشكل في تجاوز وتهديدات وحاجات كتير، غير مقبول برضه، غير مقبول، وتهديدات مرفوضه طبعا في كل الحالات. لكن احنا في كل الحالات وصلنا لحاله واحده بس، ان احنا وصلنا لكارثه انسانيه حصلت. احنا دلوقتي بنرجع، احنا الدوري هيرجع ولا هيرجع؟ رئيس الوزراء اعلن بشكل علني ان الدوري ما فيش الغاء للدوري، معناه ان هو هيرجع. لكن هيرجع امتى؟ مجلس الوزراء يوم الاربعاء حاجه بتقول كده هيجتمع، هيتخذ قرار
عودة استئناف الدوري، لكن تحديد ميعاده هيرجع لمين؟ لاتحاد الكرة ووزارة الداخلية اللي هيبتدي يصبوا، زي ما أستاذ أحمد قال لك احنا عندنا ظروف تانية في البلد، الظروف اللي هي شغالة اللي هي في مؤتمر اقتصادي عالمي في أكثر من 20 دولة هتشارك فيه، يحتاج قوات أمن بالفعل عدد كبير جدا من القوات متمركزة شرم الشيخ، ولو كل المسابقات الاتحادات الأخرى في شرم الشيخ عشان البلد كلها عندها حدث تاريخي بقى ثورة 30 يونيو، كل العالم لازم يتفرج عليه ويشوف البلد مصر دي ماشية إزاي. ده جزء. الجزء الثاني أنت عندك بتمشي في إجراءات انتخابات برلمانية أول مرة بعد الثورة شكله واضح. يعني لو تم إقرارها واعتمادها من اللجنة الأولى والمحكمة أقرت الانتخابات يبقى إحنا كده ما عندناش وقت قبل نهاية شهر مارس أو أول إبريل. إحنا كلنا عندنا رغبة وكل الناس كل المنظومة إعلام أجهزة فنية لاعبين إن الدوري يرجع، مش نرجع خلاص لأن الموضوع مختلف. وحتى الجماهير يعني كان عندي تواصل مع الجماهير قبل حضراتكم ما تشرفوني، في ناس كتيرة جدا عايزة الدوري يرجع ويمشي في خط متوازي مع تحيات النيابة العامة. ما دي حاجة أنت بتتكلم فيها، خلاص إحنا كلنا متفقين إن الناس كلها خلاص يعني حتى الأمور أهدى من الأول، لأن كان زمان ساعة موضوع بورسعيد كان موضوع مختلف. كنت بتكلم ناس يعني مجموعات تصاب بعض في اشتباكات وناس ماتت بقى في طرفين في صدام. دلوقتي إحنا ما فيش طرفين، هو موضوع فيه سوء تنظيم فقط وليس هناك عداء. يعني ما نقدرش نقول ان في شخص جاب ناس موتت الجماهير، لا يعني نقول سوء تنظيم ادى للكارثه الانسانيه اللي هي حصلت وفيها ناس توفت فيها. يبقى احنا ما فيش ميعاد ان احنا نقول هنرجع النشاط، لكن ممكن نقول احنا ايه نمشي بخط متوازي ان احنا بناخد اجراءات عوده الدوري. اتحاد الكره بعد يوم الاربعاء باذن الله لو ما يصدر القرار استئناف الدوري يبتدي يحط خريطه وفقا للامن هيديها له بالوفاء، بالتاكيد كلنا خلاص اتفقنا وكل شبه استقرار ان مفيش جماهير هتحضر المباريات. مفيش جماهير، الدوري كان بغير جماهير وكان حماسي جدا وقوي جدا وجديد جدا وقوي جدا وكل القنوات بتذيع والمستوى الفني كان كويس جدا، والدوري ده لو كان بدا بدري شويه كان ممكن ياثر بشكل ايجابي على المنتخب، وكنا ممكن نلاقي المنتخب مش كويس مع كابتن شاوي غريب اللي احنا هنروح له بعد كده في كلامنا اكيد تمام. والشكل الثاني اللي احنا الاجراءات اللي هي القانونيه والقضاء ياخد مجراه وياخد اثبات مين المسؤول عن الموضوع ده، ولا بد من محاكمته ومفيش تغاضي عنها بقى. يعني ودي تاخدنا الوزير لازم يكون وزير رياضه حاسم يتدخل بقوه، ما يكونش فيه دبلوماسيه مش مطلوبه في بعض الاحيان يعني. ولا بد اعتقد استاذ عمر واستاذ احمد من العمل من دلوقتي من كل المنظومه الرياضيه سواء وزاره الشباب والرياضه اتحاد الكوره مسؤولي الانديه ولجنه الانديه من العمل من دلوقتي ما كانش من امبارح على تجميع بقى روابط الالتراس الفتره اللي جايه والحوار معاهم الفتره بس اللي جايه، لانهم خلاص بقوا واقع موجود عندنا في مصر ما ينفعش تجنبه. لا هي القصه اتفضل لا اتفضل بص حاجه احنا بنتكلم بص حاجه احنا يعني قبل الكارثه ما تحصل دي بتاعت الدفاع الجوي كنا لازم منبئين هيحصل مشكله كبيره كبير، كنا ابتدت حاله من العنف ضد التحكيم وارهاب للحكام، ابتدت الموضوع يعلى جدا ان الزمالك متربع على الدوري والاهلي كل شويه بيشتكي من الحكام او بيشتكي من تواطؤ اتحاد الكوره، الزمالك بيرد بنفس الكلام، حاله فتنه وفي اوقات مش غير مبرره. لابد من حاله هدوء في مجلس الاداره. لابد بقى يعني مش في جزء مش هنتكلم فيه، لابد بقى اتحاد الكوره يقوم بدوره اللي هو الاب الشرعي، يجيب بقى فعلا اللي يقدر يجمعهم او يخاطب الشباب بشكل عام، ولا ترس الاهلي، الوايت نايس، الاسماعيلي، الاتحاد، كل الناس دي يبتدي يخاطبها، لان احنا قبل الماتش ده برده كان الجماهير المصري قبلها بيوم لو انت فاكر رفضت تماما فكره ان هم يتفتشوا او يعني كان برضه كان هيحصل مشكله. الحوار معاهم مهم جدا، يبقى احنا لازم نقعد معاهم الاساس، لازم نشوف شخصيه قادره على الاقناع، ساره السويلة، سيف زاهر، الناس اللي بتتكلم كويس، ونجوم الكره الموجودين عندنا في مصر ايه المانع؟ ونعمل ورشه عمل ونوع من ندوه كبيره جدا يعني. وناخد يعني احنا قدامنا على الاقل ثلاث اسابيع او شهر ونقدر يرجع ناخد كل التجهيزات، ناخد نهدي مجالس اداره النوادي، نجتمع مع الروابط، كبار المشجعين الاذان نحاول نفعلهم تاني، ليهم دور الفتره اللي جايه وكانوا فعالين وهاديين. ماشي، نبتدي نعمل تواصل مع الامن، نشيل حاله الاحتقان اللي موجوده، لان الناس الامن دي برضو جايين عشان يساعدوا الناس. كلام مهم جدا، مهم جدا. كلام مهم جدا. هاخد رايك استاذ احمد لان رايك مهم في الموضوع ده، ولكن خلينا نروح اخدكم ونروح اليوم السابع ونعرف مع زميلي مصطفى الراسخ وطبعا والناقد الرياضي رامي عبد الحميد ونعرف اليه العمل هناك ازاي واخبار بكره وإطلالة على صحافة بكرة إن شاء الله في المنظومة الرياضية أو الأخبار الرياضية في الشارع الرياضي بكرة عاملة إزاي. مصطفى مساء الخير. تحياتي ليك زميلي أشرف وتحياتي لكل السادة مشاهدي برنامج صحافة.
على شاشة قناة النهار رياضة ملتقى صحفي جديد من داخل أروقة صالة التحرير بالقسم الرياضي بجريدة وموقع اليوم السابع، حيث إطلالة جديدة على بعض أبرز الموضوعات التي سوف تتصدر صحيفة اليوم السابع في الأسواق غدا. يسعدني أن يكون معي ومعكم على الهواء مباشرة الناقد الرياضي الأستاذ رامي عبد الحميد بجريدة اليوم السابع عضو رابطة النقاد الرياضيين. أستاذ رامي، أكيد بتتصدر صفحات الغد عبر جريدة وموقع اليوم السابع موضوعات مهمة جدا، يمكن قبل الهواء قلت لي أن أبرزها موضوع عمر جابر، حبيبي ندي إطلالة سريعة جدا على أهم الموضوعات. طبعا احنا بنرحب بكم في الأول في اليوم السابع، وتحياتي للأستاذ أحمد الخضري وزميلي الأستاذ عمر الأيوبي في الاستوديو. طبعا هو عمر جابر هو محور يعني ماتشات غدا إن شاء الله يوم الأربعاء يوم الثلاث 24 فبراير. عمر جابر طبعا الأزمة الحمد لله كده انتهت خالص. النهاردة عمر راح النادي الزمالك ويعني تم التحقيق معاه بمعرفة الشؤون القانونية في النادي، وبعدها حصل جلسة مع رئيس نادي الزمالك وكابتن أحمد سلمان عضو مجلس إدارة النادي، وتم الاتفاق على أن خلاص الأمور انتهت وعمر هينتظم في التدريبات ويصدر الستار بقى على مشكلة عمر جابر خالص نهائيا. يعني اللاعب كان حاضر النهاردة تدريبات الفرقة ولا اكتفى بس بالاجتماع؟ لا، هو النهاردة ما اتمرنش مع الفرقة وهيتمرن إن شاء الله بإذن الله من بكرة حسب الاتفاق اللي ضرب بينه وبين مجلس إدارة النادي الزمالك. والتحقيق التحقيق اللي حصل معاه تم حفظه يعني، وهو قدم اعتذار مكتوب للكابتن اسماعيل يوسف مدير الكوره بالنادي وتم انتهاء الامر تماما. يعني قول لي بقى يعني بروفة العدد بتاع بكره ان شاء الله فيها موضوعات مهمه جدا، حابين نقرا بس المانشيتات والعناوين كده عشان نلقي الضوء على اهم الموضوع. هو طبعا المانشيت الرئيسي عندنا في الجورنان هو عمر جابر انتهاء ازمه عمر جابر مع الزمالك. طبعا العنوان الفرعي العناوين الفرعيه الغاء العقوبات الماليه وعوده اللعب تدريبات اليوم. طبعا برضو في عنوان تاني من الزمالك ينتظر تقرير فريرا لتحديد مصير معاونيه. طبعا حضراتكم عارفين طبعا فريرا عايز يشوف التقرير النهائي عشان يحدد المعاونين اللي معاه في الجهاز الفني. في عندنا كوفي محمد كوفي هيتقاضى 375 ألف دولار بعد تعديل عقده اللي تم الاتفاق مع مجلس إدارة الزمالك. في النادي الأهلي، النادي الأهلي بيدعو نادي وفاق الصيف لمواجهة ودية في القاهرة. طبعا انت عارف حضرتك ان النادي الأهلي خسر في النهائي السوبر الأفريقي بضربات الجزاء، ويمكن اللي حصل التوأمة اللي ما بين الناديين تم الاتفاق على ان يكون في مباراة ودية. من برضه من النادي الأهلي برضه في موقف الدوري هيحدد مصير القسط بتاع وكالة الأهرام اللي هو بيقابله 13 مليون جنيه، واتفقوا خلاص على تجديد شريف عبد الفضيل اللاعب النادي الأهلي لموسم واحد. تم الاتفاق على ان هم هيبقى في موسم واحد بس للتجديد. في اتحاد الكورة طبعا في اجتماع طارئ يوم الخميس مع مجلس إدارة اتحاد الكورة عشان يعلنوا اسم المدير الفني الجديد، ويمكن الأقرب هو هيكون الكابتن حسن شحاتة مدير فني النادي المقاول الحالي. اكيد انا حابب اقف معاك عند النقطه بتاعت الكابتن حسن شحاته او الترشيحات اللي ابرزها الكابتن حسن شحاته المدير الفني المنتخب. اشكرك طبعا استاذ رامي على هذه الاطلاله السريعه على صحافه الغد داخل جريده اليوم السابع، شكرا جزيلا. شكرا شكرا. زميلي اشرف، دي كانت اطلاله سريعه على يعني ابرز الموضوعات اللي هيتم تناولها غدا ان شاء الله عبر صحيفه وجريده اليوم السابع. اعود اليك مجددا وضيوف حضرتك الكرام ولكل الساده المشاهدين، واشكرك شكرا جزيلا. بشكرك زميلي مصطفى الراسخ، وبشكر بالتاكيد الاستاذ رامي عبد الحميد باليوم السابع. بالتاكيد يعني كل الاخبار اللي موجوده حتى في صحافه بكره متعلقه بالامور اللي بنتناقشها النهارده وخاصه بعمر جابر وعودته لنادي الزمالك. المدير الفني القادم منتخب مصر واكيد هنتكلم فيه، وكمان التوامه بين النادي الاهلي ونادي وفاق سطيف الفتره اللي جايه. عندنا خبر النهارده بتاكيد خبر مهم جدا جدا هقول لحضراتكم عليه، خليكم معانا ما تروحوش بعيد. ولكن بعد ما اخد راي استاذ احمد في قضيه روابط الالتراس والفتره اللي جايه ممكن نتعامل معاها ازاي. لا انا الكلام اللي حضرتك قلته والاستاذ عمر قاله على الالتراس نقعد ونتحاور وثروت سويلم واتحاد الكره كلام جميل كويس، بس على ارض الواقع مستحيل مستحيل. الوقت عدى لو الكلام ده كان ممكن من سنتين ثلاثه في البدايه، لكن دلوقتي ده خلاص بقى كيان قوي ودخل في السياسه خلاص مش هيقبل الكلام ده. طب ما هتجيبهم كده تعالى اقعدوا بقى وهنفتح صفحه جديده، مفيش الكلام ده انسى. الصح ده ما بقولش ولا عنف بتاع انت تتحاور معاه وانت الشباب، بس يبقى في دوله قانون. انت راجل داخل راجل رايح المباراه بالتذكره وباحتراك، موك على عيني على راسي
مش هتدخل من غير تذكره. مش معنى كده ان انا موتك برضه، انا ما بقولش الكلام ده عشان الناس ما تاخدش كلام من الاخر، لكن هي تبقى كابتن اشرف يا استاذ عمر دوله قانون، القانون اللي هو اللي يسيطر في تحت الاطار ده بقى، اقعد واعمل اللي انت عايز تعمله، لكن انا ما بقاش بالتوازي، ما بقاش جهه موازيه للدوله او الحكومه او كيان او كيان قوي ميليشيات، لا الكلام ده مرفوض. تقعد ان انت شباب، ان انت عايز تفتح صفحه جديده مفيش مشاكل، لكن ان انت على هذا المطلق ان انت برضه نرجع تاني وتخش بال 5000 وال 10000 من غير تذاكر وتختار الوقت اللي انت عايزه وتحصل نفس الكوارث تاني. البروفا يا كابتن اشرف قبل مباراه، وانت تذاكر يا استاذ عمر، قبل مباراه الاهلي والزمالك كان في بدايه لفتح صفحه جديده، نادي الزمالك فتح ابوابه للوايت نايتس. ايه اللي حصل؟ عداله حصل برضه مشكله في الشرطه وفي الجيش وفي النادي وفي كل حاجه. النادي الاهلي كان الكلام ده مثلا يوم الثلاث اللي هو قبل النادي الاهلي ليله المباراه او التدريب الاساسي الاربع فتح المدرجات برضه. اكيد انت عارفين برضو اللي حصل، نفس المشكله، حصل نفس المشكله واكتر. كانت البوادر باينه. فمشكله الالتراس باختصار عشان الناس بتلف من بعيد قوي، ان انت تفعل القانون، فعل القانون بخطوط القانون كل واحد ومع ده تفتح حوار قوي. مع ده لازم من هو متزن منه، ده لازم بس هو لازم صواب وعقاب. انا الدوله او مش انا الدوله، يعني انت بتتفاوض معاهم في هذا الاطار. وزير الشباب يقعد، وانا اتحاد الكره على فكره منظمه مش قادر يعمل حاجه، لازم حد في وزن وزير الشباب، في وزن ابو تريكه، في وزن اللي الشباب بيحبوهم اللي يقدروا يسمعوهم، النجوم الكبار، النجوم الكبار الكره اللي هم النجوم التاريخيين، كابتن حسن شحاته، اي يعني نجوم كبار الاعلاميين يقعدوا ندوات ونقعد، لكن في اطار المهم ان في قانون بس. يعني حقيقة كلام مهم جدا جدا، رغم يعني مفيش اختلاف على فكرة بين رأي الأستاذ عمر والأستاذ أحمد، الحوار مهم جدا الفترة اللي جاية، وتطبيق القانون وتفعيله الفترة الجاية شيء مهم جدا، وأعتقد إن ده اللي هيخلينا الفترة اللي جاية نصل إن ميبقاش عندنا الكوارث المأساوية اللي بتحصل الحقيقة في ملاعبنا الفترة اللي فاتت. خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا عن المدير الفني القادم لمنتخب مصر. عوده لحضراتكم وضيوفي النقاد الرياضيين الكبار استاذ احمد الخضري واستاذ عمر الايوبي. والحقيقه عندي خبر النهارده، الحقيقه يمكن خبرين من الوطن ومن الوفد، يمكن تضارب الاخبار ده في الصحف الرياضيه حاش يعني حاجه تحير، يعني ما بقناش عارفين نصدق مين وفين وازاي. يعني الوطن النهارده بيقول ان جريده باقي مع النادي الاهلي نهايه الموسم رغم خساره في السوبر. الوفد بيقول اقتراب رحيل جريده من النادي الاهلي. وفي كمان الهدف الجزائريه النهارده بتقول انه يعني ربط طبعا بالاحداث انه في اتفاق لسه مش بشكل نهائي، ولكن في تفاوض من قبل النادي الاهلي مع خير الدين بن مضوي المدير الفني الحقيقه المحترم، هي وافضل مدير فني في افريقيا في الموسم الماضي، عن الفتره اللي جايه او التفاوض معاه لقياده النادي الاهلي في الفتره اللي جايه. شايفين الاخبار دي ازاي؟ وشايفين النادي الاهلي ممكن فعلا يتفاوض بجديه الفتره اللي جايه مع خير الدين بن مضوي طبعا المدير الفني لوفاق ستيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا النادي الاهلي مختلف عن اي حد، يعني النادي الاهلي الراجل خسر اكثر ماتش في الوقت اللي هو مثلا خسر ماتش الرجاء تقريبا الاهلي واكثر مباراه تم يعني استمر اللي هو في نفس اليوم اللي اتحاد فيه حسام حسن تمت استبعاده من الزمالك. الاهلي مختلف، الاهلي بعد المباراه على طول وخساره السوبر والكلام ده كنا احنا كاتبينه في اليوم السابع النهارده تمت جلسه ثلاثيه بين مهندس محمود طاهر وجريده وكابتن عبد صادق. الراجل اكد له ان كل الكلام اللي بيحصل انت مستمر، احنا النادي الاهلي ما بنحاسبش بالقطعه، حسابك نهايه الموسم. ده الكلام اللي هو المؤكد 100%. والراجل الكلام ده كان ليه رد فعل كويس جدا في نفسيته، لان هو كان واخد قرار ان هو الاهلي هياخد راحه اجازه وهيسافر تقريبا. الكلام ده خلاه ما يسافرش ويرجع للنادي الاهلي. ده جزء. الجزء الثاني، النادي الاهلي ده فعليا بطبيعته ما بيحاسبش بالقطعه، مش خسر بطوله كما شاء قبل كده. كما شاء وهو متاخر، كما شاء لما اتغلب مثلا في الدوري اكثر من ماتش. لا، النادي الاهلي عنده ماتش يوم 13 او 14 تقريبا في بطوله افريقيا اللي هو بطل فايز من بطل رواندا مع بطل كامل تقريبا. صعب جدا الاهلي يبتدي يجيب بديل، الا يكون بقى كابتن فتحي مبروك اللي هو بديل من ابناء النادي بيحلها. لا، النادي الاهلي ما بيتعاملش كده. الاهلي عامل الموضوع نهايه الموسم، هو راجل شارك في ثلاث بطولات خد منهم اثنين. طب تخلينا ناخد الخبر من مصدره ونروح لافضل مدير فني في افريقيا في الموسم ده، كابتن خير الدين بن مضوي المدير الفني لوفاق ستيف. مساء الخير. مساء النور. ازاي حضرتك؟
ربنا يخليك. معايا في الاستوديو الناقد الرياضي الكبير الاستاذ احمد الخضري والناقد الرياضي الكبير الاستاذ عمر الايوبي. اهلا بيهم. ازاي حضرتك؟ ببارك لحضرتك في البدايه على تالق حضرتك وتالق فرقه وفاق سطيف، والحقيقه شايفين الاداء الرائع للفريق وتطور الاداء او تطوير الاداء الحقيقه في الفتره اللي فاتت، وببارك لك الحقيقه على السوبر الافريقي. الله يبارك فيكم وعرض لك بطبيعه الحال الى فريق الاهلي ومناصري فريق الاهلي. والله الانجاز هو في طبيعته اعجاز، يعني انا اسميه اعجاز لانه تاريخ هذا الفريق جديد، يعني هو بيبي، يعني مثل ما نقول هو، لانه كان في تغيير منذ بدايه الموسم تقريبا 14 لاعب غادر الفريق في نهايه الموسم الفارط، واستقدمنا 13 لاعب جديد، فلذا كانت الماموريه جدا صعبه بالنسبه للطاقم الفني وانا على راسهم على راس هذا الفريق. لكن بفضل العمل يعني وبفضل الله يعني عز وجل قمنا بعمل جد رائع من كل النواحي، من الناحيه البدنيه حتى التكتيكيه. فنيا الفريق جد متواضع، ما عندوش فنيات كبرى، ما عندوش لاعبين متالقين. ومن المفارقات ايضا انه ما عندناش ولا لاعب دولي في المنتخب، فكوننا مجموعه. يعني انا يعني كان المشروع ان يكون مجموعه تقدر يعني تقابل الفرق العريقه والكبيره مثل الترجي التونسي، الصفاقسي، تيبي مازامبي، فيتا كلوب في نهائي كاس رابطه ابطال افريقيا، وحتى مؤخرا امام الاهلي المصري في مباراه السوبر الذي وقفنا معه الند رغم يعني قوه هذا الفريق، رغم انه حنكته وخبرته في 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 هذه المنافسه وفي هذه الادوار المتقدمه او النهائيات زي ما اقول، ولكن الحمد لله وفقنا الله سبحانه وتعالى بفضل العمل والمجهود الذي قدمته الاداره بطبيعه الحال، وحتى اللاعبين اللي هم كانوا الممثلين الاساسيين والرئيسيين فوق ارضيه الميدان. اكيد كابتن خيري، يمكن الحقيقه تصريحات حضرتك قبل المباراه بتؤكد احترامك للمنافس، احترامك للنادي الاهلي بشكل كبير جدا وللاعبي النادي الاهلي بشكل كبير جدا، وشفنا ده الحقيقه اثناء المباراه انه حتى في الامور الفنيه داخل المباراه حضرتك بتحترم الخصم بشكل كبير جدا والنادي الاهلي. شعور حضرتك بعد الفوز بهذه المباراه على النادي الاهلي، طبعا بطل افريقيا ونادي بقيمه وعراقه النادي الاهلي؟ شوف، احترامنا للاعبين هي تعتبر استراتيجيه بطبيعه الحال، ولازم ناخذها ونعلمها بالنسبه للاعبين انهم يعرفوا يحترموا المنافس سواء كان قوي او غير قوي. في النقطه دي مع الاهلي المصري واكدت انا كثير مع اللاعبين وتكلمت معهم كثير، وشفت تقريبا 9 و10 مباريات لفريق الاهلي في الدوري المصري، وعاينتهم وعاينت طريقه لعبهم وطريقه او فلسفه غريب في هذا المنتخب، واكدت انه فريق المصري فريق الاهلي عفوا يعتمد على التحكم الكثير في الكره بدون الذهاب بسرعه الى الهجوم، بدون التحول بطريقه سريعه الى الهجوم. ولكن مع بدايه الشوط الثاني، نتكلم من ربع ساعه تاع الشوط الثاني، اين غير الاهلي طريقه لعبه وانا ما شفتهاش تقريبا في كل المباريات التي شفتها من قبل، انه تحول الى فريق سريع جدا الى الامام، يلعب على المرتدات وعلى الاطراف على تريزيجي خاصه على الجهه اليسرى، وهنا اكتشفت انه هذا الفريق شاب يملك من القدرات الهجوميه، يعني خاصه في التنشيط الهجومي والسرعه الانفجاريه للذهاب الى الهجوم بطبيعه الحال. بعض الاحيان خلقوا فرصه وفرصتين للتهديف، وكانت اللمسه الاخيره غائبه جدا، والشيء اللي خلاني انا ايضا من جهه اخرى ان اغير التكتيك اللاعب من الشوط الثاني من 4-2-3-1، غيرت 4-1-4-1 واعتمدت على عمق دفاع الاهلي، وانا كنت عارف نقطه ضعف هذا الفريق هي نقطه هي لما خرج غالي، يعني ترك تقريبا العمق يعني مفتوح بالنسبه للمهاجمين، وشفنا طيب. يعني كابتن خير من الناحيه الهجوميه. كابتن خير، يمكن الحقيقه بعض الصحف النهارده ومنها الصحف الجزائريه زي الهدف الجزائريه وبعض الصحف عندنا هنا النهارده بتنقل اخبار انه في تفاوضات او مفاوضات جديه مع حضرتك من قبل النادي الاهلي. لا 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 لا، ما في ولا اتصال جدي بيني وبين اداره الاهلي، ما في ولا اتصال من اداره الاهلي لشخصي انا، ولكن يعني على جانب مباراه السوبر وبعد نهايتها كان لقاء بين رئيس الاهلي ورئيس وفاق سطيف، وتكلموا يعني عن احتمال مجيئي الى الاهلي، هي هل مزحه هل يعني زله لسان انا مش عارف، ولكن اؤكد لكم انه ما فيش اتصال رسمي بيني وبين اداره الاهلي. يعني ما فيش اي حاجه بشكل ودي، ولكن كانت مجرد يعني دعابه كده من المهندس محمود طاهر لرئيس النادي وفاق سطيف.
ممكن ممكن هي لعابة بين الرئيسيين. طب طب لو لو عرض على حضرتك كابتن خير الفترة اللي جاية مصر عموما يعني مصر مصر بشكل عام والنادي الأهلي بشكل خاص. هذه السؤال بفضلك ما سمعتش بيها. لو عرض على حضرتك انك تتولى الاداره الفنيه للنادي الاهلي الفتره اللي جايه. والله فريق كبير لا يعني اي مدير فني في العالم لما تعرض له الاهلي هيقبل على طول يعني ما يعني فريق القرن وانا شفت ايضا هذا الفريق وشفته العديد من المباريات وشفته امامي في الجزائر في كاس السوبر فريق عنده كل الامكانيات وكل عنده اللعيبه التي تقدر يعني يتحصل على المدى الطويل انا اتكلم مشروع مدى طويل بالنسبه لهذا الفريق شاب بطبيعه الحال اذا عرض علي الاهلي شرف عظيم وكبير انه يكون وبالتاكيد وبالتاكيد شرف لكل الانديه المصريه وجود مدير فني محترم بقيمه حضرتك كابتن خير. بشكرك كابتن خير بشكرك. بنشكر بالتاكيد كابتن خير الدين بن مضوي المدير الفني لوفاق السيف وبالتاكيد تصريحاته مهمه وانه يعني دي قيمه النادي الاهلي برضو قيمه نادي الزمالك قيمه الانديه المصريه انه حتى لو في مدير فني بقيمه كابتن خير بن مضوي خير الدين بن مضوي افضل مدير فني في افريقيا والحاصل على بطوله الدوري ابطال افريقيا والسوبر افريقي بيتمنى انه يجي يتولى الاداره الفنيه للنادي الاهلي او الاداره الفنيه في الانديه المصريه بشكل عام. اعتقد ان ده يورينا قد ايه قيمه الرياضه المصريه وقيمه الكره المصريه في افريقيا بشكل عام. بتاكيد تصريحات مهمه جدا. لا انا بحييك على المداخله الاول مداخله جميله ومداخله في وقتها ومداخله يعني يمكن بترد على اسئله الشارع المصري النهارده كله الشارع المصري النهارده يمكن حتى برضه عمر لسه راضين ان النادي الاهلي طلع تصريح او بيان ان هو بينفي التفاوض. فيعني هو بقى كان عامل جدل في الشارع المصري كان عامل فيه جدل في الشارع المصري الناس كلها بتتكلم جريده قاعد ولا ماشي ولا الكلام ده فيمكن المداخله دي وضحت انا بحييك عليها. خلاص يبقى كده جريده خلاص كده خلاص باقي كده خلاص كده القصه اتقفلت يعني. طيب هروح معاكم المدير الفني القادم لمنتخب مصر وحقيقه يعني انا شخصيا احترت مع اتحاد الكره يعني ما بين مدير فني قادم منتخب مصر خلاص اقروا بشكل كبير جدا انه مدير فني اجنبي وبدا التفاوض مع مديرين فنيين الفتره اللي جايه وبعدين طلع تصريح بعد توقف الدوري الفتره اللي فاتت انه او تسريبات من داخل اتحاد الكره وحتى تصريحات لبعض المسؤولين انه لو الدوري لم يعد يبقى في مدير فني وطني منتخب مصر. طب الدوري ان شاء الله هيعود الفتره اللي جايه وشايفين بشكل كبير جدا وبنسبه 100% ان الاتجاه الفتره اللي جايه مدير فني مصري وتحديدا كابتن حسن شحاته. شايفين الموضوع ده ازاي؟ بص يا كابتن موضوع ان احنا نتكلم عن مدير فني بعد 3 شهور مصري بعد 3 شهور من استبعاد الكابتن شوقي غريب كابتن شوقي غريب بمجرد خروج المنتخب من تصفيات افريقيا 2015 كان الرد واضح من رئيس الاتحاد جمال علام ونائبه المهندس حسن فريد ان خلاص انتهى عصر المدرب مش مستحيل يجيب مدرب مصري هيجيبوا مدرب اجنبي. تمام ده كان التصريح الواضح وعلني وكل المجلس اجمع على كده. قعدنا 3 شهور بنتكلم في رينارد بنتكلم في شتيلكا بنتكلم في ريكاردو ريكارد بنتكلم مش عارف في مين. ده فصل جديد من فصول الفشل الاداري باتحاد الكوره بجد. احنا ضيعنا 3 شهور يعني كان واضح جدا بعد كابتن شوقي غريب نقول حاجه من الاثنين يا اما اجنبي يا اما مصري ونمشي في الخطين ونبتدي بشكل مباشر. لكن احنا قلنا خلاص اجنبي الناس كلها بتتكلم في اجنبي ونقعد نتكلم يعمل لجنه خماسيه لجنه خماسيه غريبه جدا لا كوميديه لما تيجي تتكلم كوميديا فعلا لما تيجي تتكلم كوميديا لما تيجي تتكلم يختار واحد رجل قانوني لغه مفيش تقريبا غير كابتن حماده المصري فيها الوحيد اللي هو الكوره الوحيد اللي ما كانش بيتكلم الوحيد ما كانش بيتكلم كان بيتكلم استاذ مجدي المتناوي المحامي عضو مجلس الاداره اللي كان بيتكلم وقت كابتن حسن فريد هو بيتكلم بيكلموك مثلا وخلاص اوهموا الناس ان رينارد جاي في الطريق بيتكلم كده يتفاجئ ان في ناس قابلت الراجل بينفي تماما حد يكلمه الكلام كله بيكلمه وكيله. طب بيكلم وكيله اصل انا كان قاعد جنبي طب انت راجل ما تعرفش لغه يا استاذ مجدي المتناوي لا اصل انا جنبي كان جنبي راجل جايب مش عارف مدرس لغه عربيه ولا لغه فرنسيه او يا راجل بيجي دي لغه الفرنسيه بيترجم لي الكلام. مفيش كده اصلا مفيش دوله محترمه كبيره في الدور بيشتري ده لا احنا لما نيجي نتكلم يبقى في وكيل نبعت واحد يروح يقعد معاه يا اما نقطع له تذاكر محترمه يجي ونتكلم احنا يبقى التفاوض بشكل جدي وواضح للناس طلباتك كام وتاخد كام ونعمل كام نيجي نتكلم في الحل في نفس الوقت هما كانوا بيتكلموا في البدايه كابتن حسن شحاته كان لسه راجع من المغرب ولسه متولي المقاولين العرب. كابتن حسن شحاته كان عندنا في ندوه في اليوم السابع سالناه بشكل مباشر قال انا واخد مش شرط اتفاق مع المقاولين الحاجه الوحيده اللي يسيب فيها
نادي المقاولين منتخبات وتحديدا منتخب مصر والناس موافقين تماما. وكابتن حسن شحاته مديت يتكلم معلش مش كان مثلا مسافر في حته ما كان موجود قدامك كل يوم لكن هو دلوقتي كل الناس لما راجل رينارد ابتدى يعني اقول فضح اتحاد الكوره فضح فاشل لان بصراحه كلها ما فيش تفاوض بشكل جدي معاه وعشوائيه ما فيش حد بيفوت حد اصلا الموضوع الناس كلها قاعدين مش عارفين هم بيضحكوا علينا يا استاذ عمر ما عندوش ودي الحقيقه وصلنا يعني ايه صحيح. وصلنا كل الطرق بتاخدك لحسن شحاته نزل يتكلم هم حتى الان بشكل اكيد الموضوع الاجنبي موجود بس ضعيف لكن كل الطرق تقود لمدرب مصر والمدرب المصري انت ما تيجي تتكلم في مصر ما عندكش غير اربعه مثلا هو ممكن تقول عليهم ممكن يمسكوا مدير فني كابتن حسن شحاته رقم واحد كابتن طلع عاش رقم 2 كابتن حسام حسن ممكن يبقى رقم 3 دول الاقرب خاصه المفروض الرابع اللي هو مش مقتنعين بيه اللي هو كابتن حماده صدر ماشي لو حسام مدرب كتير لا محمد بص انا سبته من اختيار كابتن احمد ليه لان هو اصلا راجل ده يبقى فشل عنده مهمه ده انا لو خدته يبقى انا فشل تاني انا هفشل حتتين بقى كمان لا ماشي هو راجل ماشي كويس ده المنتخب الوحيد اللي ماشي كويس وفي الصوره وفي بلان واضح قدام الناس شغال فيه كابتن حسن كل الطرق بتدي ليه هو بقى الاختيار رقم واحد ليه؟ لان هو في ممكن يعني زمان محمد ربيع في يوم كان عامل كاتب التفاصيل اللي هي بتاخد في اربع اسباب فعلا تدفعك لحسن شحاته اللي هم رقم واحد فشل المفاوضات مع الاجانب بنسبه كبيره ومفيش واحد ممكن على الان ممكن يقرب منه تمام رقم اثنين الازمات الماليه اتحاد الكوره عنده ازمات ماليه بغض النظر عن كل الفلوس اللي بتيجي من الاتحاد الدولي والكلام ده عندهم ازمات ماليه ولما تيجي تتكلم على كابتن حسن شحاته في الكوره انا كاتبها في مقال بكره كفاءه ببلاش واحد مهما كان كابتن حسن هياخد كام 200,000 300,000 الجهاز كله مش هياخد 500,000 جنيه اي مدرب لو هو من الفئه بي مش الفئه ايه في النجوميه مش هياخد اقل 100,000 دولار تمام يبقى انت بتتكلم داخلين في مليون جنيه مليون جنيه ما يساوي مليون جنيه يبقى كابتن حسن هو يكسب في افضل السكه الثانيه ان الاستاذ جمال علام في تصريحاته الاخيره ان هو بيتفائل بحسن شحاته ان هو راجل بطولات ان هو راجل مش عارف ايه واكتشف القصه دي اهم حاجه بقى الاخيره ان كابتن حسن شحاته هو الحل النموذجي ليه بقى؟ لان كابتن حسن شحاته ما فيش المدرب الوحيد بيلعب شغال في الدوري مع نادي المقاولين اديله 3 شهور او 4 شهور متابع كل اللاعبين عنده مزايا حتى النجوم الكبيره اللي هي سقطت مننا دي لها كام فتره عماد متعب شريف كرم عنده مشكله في بعض اللاعبين مش موجودين عمرو زكي وهكذا خمس ست لاعبين اللي هم مش موجودين في السحب مستواهم المعروف وحسام غالي هو يمتلك الخبره ويمتلك الحنكه ان هو يجمع كل الامور دي ويرجعهم لمستواهم الطبيعي مع خبراته الكبيره جدا مع انجازاته ودي ياخدنا ان هو بيكرر تجربه ثانيه اللي هو رجل المنقذ للكره المصريه بالفعل هو رجل المنقذ دي بيكرر لنا كابتن محمود الجوهري هو رجل قال لنا انجاز 90 يعني حضرتك شايف استاذ عمر ان هو رجع ثاني 98 نجح رجع بعد كده فشل رجع ثاني نجح كابتن حسن شحاته منقذ الكره المصريه الجديد اعتقد كل الاوراق بتقول ان هو يعني الاصلح للمرحله الجايه شايف ان هو رجل المرحله انا شايف طيب استاذ احمد شايف انه يعني لو خلاص قرر اتحاد الكوره انه المدير الفني القادم هو كابتن حسن شحاته شايف الانبهار في حاجه في كره القدم اسمها انبهار وده واضح جدا على لاعبي نادي المقاولون العرب يعني انبهروا بشخصيه كابتن حسن شحاته كابتن حسن شحاته مش سحر يعني عشان يقدر يعمل ده ولكن في انبهار بشخصيه وكاركتر وانجازات الكابتن حسن شحاته وبالتالي الفتره اللي جايه ده ممكن نشوف ده مع منتخب مصر لو كابتن حسن شحاته تولى المسؤوليه هيبقى في انبهار من مجموعه اللاعبين اللي لسه ما شاركوش بشكل كبير دوليا ما عندهمش الخبرات الدوليه الكبيره وبالتالي اسم حسن شحاته هيبقى موجود بشكل كبير معاهم ولا شايف انه الاسماء الجديده على منتخب مصر زي كابتن طارق العشري كابتن حماده صدي كابتن حسام حسن الفتره اللي جايه ممكن يبقى ليها دور في الاداره الفنيه منتخب مصر لا هي الاول انا بتفق معاك الاول ان هي انت قلت كلمه مهمه هي تسريبات مش تصريحات فعلا كل واحد في عضو مجلس اداره بيسرب اللي هو عايز بيشوف دي ايه عامله ايه حتى هذه اللحظه في قرار مجلس اداره مدرب اجنبي حتى لغايه السنه اللي احنا قاعدينها في قرار مجلس اداره ان في مدرب اجنبي عشان تاخد من مدرب مصري لازم يبقى في جلسه جديده جلسه جديده اللي هي تبقى لو بعد عوده الدوري ان شاء الله يوم الاربعاء طبعا المدرب الانبهار دي حاجه مهمه جدا انت لعيب كره وعارف ان المدرب اما بيبقى مدرب نجم بتفرق مع لعيب الكوره بتفرق قوي 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 مع لعيب الكوره على فكره مش شرط كل لعيب كان جامد يبقى مدرب جامد دي مش شرط لكن لعيب في مرحله معينه انت بيبقى نجم المدرب ده نجم بيفرق كتير جدا أكيد. بيسهل حاجات كتير جدا جدا لجيل جديد جاي من اللعيبه انا اتصور ان انت يا تجيب مدرب عالمي
عالمي زي استاذ عمر ما قال، اقل حاجه 100000 دولار 120000 دولار بتتكلم في مبالغ مش في فضائيه اتحاد الكوره. وده رينارد وريكارد الهولندي واسماء كتيره، دي الاسماء. انت مش هتجيب، هتجيب بقى ناس، هتجيب بقى ناس في زي باتشيكو احنا اللي ما كناش نعرفها، نعرفها بقى من هنا. لا يبقى انت عندك حسن شحاته، عندك المصري. انا اتصور لو مدرب مصري هو الحل السحري، الحل، الحل الاوحد هو الكابتن حسن شحاته. في اراء استاذ احمد بتقول، اراء جمهور حتى بيتواصلوا معانا، انه عايزين دماء جديده لمنتخب مصر، اسماء جديده زي طارق العشري، حمد صدقي، مع احترامي طبعا واحتفاظنا بالالقاب، تمام، كابتن حسام حسن، اسماء كتيره موجوده. لا في جيل، جيل هايل طالع من المدربين. بس انا بقول ايه، هي المرحله، هي ممكن مرحله ما بعد حسن شحاته اذا رجع. في مرحله معينه، انت في مرحله انت ما وصلتش ثلاث مرات امم افريقيه، ما وصلتش، انت جاي زي ما انت قلت يا كابتن اشرف، انت جاي عايز مدرب كبير، اسم كبير قوي قوي، ان هو الناس تتلم كلها حواليه كاعلام وكجمهور وكلعيبه صغيره. ممكن دي تيجي في مرحله بعد كده. لا انت ما عندك جيل هاي المدربين. بس انا في وجهه نظري ان كابتن حسن شحاته هو الانسب يعني. طيب شايفين الفتره اللي جايه هيبقى في قرار اكيد، واعتقد انه تصريحات من اتحاد الكره انه الفتره اللي جايه خلال اسبوع او حاجه هيبقى في قرار بمدير فني اجنبي في التاخير والفتره اللي جايه. لا هو مش لسه، مش قرار، هي قرار يوم الخميس ده. هيترتب على الجلسه اللي هيحصل يوم الاربعاء، اللي هيحصل يوم الاربعاء، عوده الدوري، عوده الدوري وتوابعه بقى. ده اللي هتفرق معاه، هتفرق معاه في اجتماع مجلس اداره اتحاد الكره. لكن حتى هذه اللحظه في قرار رسمي اتحاد الكره بالتفاوض مع مدرب اجنبي او مدير فني للمنتخب حتى هذه اللحظه. ما انت عشان تلغي ده لازم يبقى قرار جديد. مظبوط. طيب بالتاكيد يعني مش هنفوت حلقتنا النهارده وتالق محمد صلاح. الحقيقه انا شايفه الحقيقه يعني من اللاعبين الحقيقه يعني فلته عندنا زي ما بنقول في مصر كده. في لعيب ملتزم جدا، مهاري جدا، وكمان ملتزم بشكل كبير جدا. واعتقد ان الصفتين دول ممكن يخلوا محمد صلاح في حته تانية مختلفه تماما تماما عن كل اللاعبين المصريين في تاريخ مصر في الفتره اللي فاتت. تألقه مع فيرنتينا امبارح والفتره اللي جايه ان شاء الله، وتوقعاتك مع ليه مع فيرنتينا ان شاء الله. والله بس هو الدوري، الدوري الايطالي اصعب يعني. ده الكلام ده اللي اكده لي كابتن احمد حسام ميدو. كنا بنتكلم وبقول له رايي، يعني في موضوع محمد صلاح، قال لي هو الدوري اصعب. لكن هو ينجح فيه، ينجح فيه عشان حاجتين. الكوره فيه بتمشي فيه عفوا مع محمد صلاح، بالاضافه ان هو منتقل المدير الفني، بيحب الشباب الصغير، مقتنع كمان وبيحب اللعبه المهاريه. عشان كده هو راجل بدليل، هو لسه راح له اول ماتش بس، لعب اول مره نص ساعه لعب فيها، بعد كده شارك تشكيل مباشر. واضح واضح ان محمد صلاح عنده جرعات معنويه زايده واضحه جدا في الملعب. صحه الراجل بعد الماتش اللي فات بتاع توتنهام، وقال فيها ان هو يعني سعيد بوجود محمد صلاح، قال ان هو هيكون ليه شان كبير جدا في الكره الايطاليه. التصريحات دي اللعيبه دايما اذا انت كنت لعيب كوره وكنت مهاجم كبير برضه فاهم الشحنه، اسمه الشحنه المعنوي ده بيفرق كتير، بيفرق كتير جدا عند اللعيب. هو راجل كان يعاني من نرجسيه وغطرسه مورينيو. دي حقيقه، دي كانت مأثره عليه نفسيا. حتى لما بيجي يلعب بيلعبه امتى؟ بيلعبه في اليوروب ليج اللي هو اصلا بيلعبه مع المجموعه الاحتياطيه. حتى لما جه يتكلم عليه كويس، ده شغل التسويق، لما قال ان هو لعيب كويس وما اعرفش اسيبه. هو دايما غير هنا، انت هنا عندنا مشكله لما تيجي عايز خلاص علي، يعني عايز تمشي لعيب جبته وفشل تبقى عايز تموته، تبقى عايز تضربه بالنار، تقعده على الدكه وما تمشيهوش وما تديهوش فلوسه. لا هم هناك مش كده، هو يخليه واقف على رجله ويتكلم عليه كويس عشان يبيعه. انا شايف محمد صلاح ماشي كويس، اعتقد بيفتح صفحه جديده فعلا، ممكن يبقى مصر اللي موجود في اوروبا فعلا. بتمنى ده ان شاء الله. استاذ احمد عندك اي تعليق على لا انا بقول ان عوده يعني سريع. في نص 10 ثواني، ان عوده محمد صلاح هي عوده لمنتخب مصر، هيفرق كتير جدا جدا مع منتخب مصر، عشان منتخب مصر عايز حد زي محمد صلاح قائد يقود كده الفتره اللي جايه بالظبط، عايز قائد كده يعني. يعني يعني انا شخصيا كنت سعيد جدا جدا بالحلقه النهارده بوجود نقادنا الكبار طبعا، الاستاذ عمر العيون والاستاذ احمد الخضري. والحقيقه بشكركم جدا على الحلقه النهارده وتوضيح كل الامور. بشكرك استاذ عمر. انا بشكرك جدا كابتن اشرف، وانا سعيد جدا بقولك كابتن اشرف عشان انا كنت بحب اتفرج عليك وانت ربنا يخليك، ودلوقتي بحب اتفرج عليك وانت في البرنامج. بشكرك جدا، التوفيق ان شاء الله دايما. ربنا يخليك. بشكرك استاذ احمد. شكرا. بشكركم طبعا، وانتظرونا ان شاء الله في حلقه الاربعاء ان شاء الله مع الاستاذ محمد صادق الناقد الرياضي باخبار الرياضه. بشكر بالتاكيد رئيس تحرير اسلام صادق، بشكر معدينا مصطفى نوير، مصطفى عادل، نوها عباس، وبشكر مخرجتنا رياض سلاسليت، بشكر كل زملائي في الاستوديو كنترول. بشكركم، منتظرين ان شاء الله حلقه قادمه.